عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير ان شاء الله، تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كما كتشوف اخوتي راني غادي على كلينيك اخوتي، شكوى الله. كنبات اخوتي في الشرجم، كنبات بلا نعاس والله العظيم. عاودت لكم البنات عندي الوسواس القهري، ما كنعش والله، كنبات في الشرجم. ولكن دابا ما دابا مع حالتي تزاد عليا الحال البنات بزاف، دعوا معايا. رجليا شعلة فيهم العافية اخوتي، رجليا بحال شديتي ليهم قليتيهم فوق النار، فوق على الزيت. المهم غير كيدخل الصيف كيوقع لي هذا المشكل. دابا نقول لكم شي 6 سنين ولا اكثر انا عندي هذا المشكل، ولكن دابا تزاد عليا اخوتي الحال بزاف، ما رانيش مزيان، كندوخ كنسخف، قلبي كيضرب بالجهد، الدخان، راني في واحد الحالة البنات. لا الله وصل، حنا جايين مشينا كلينيك الوحدة باش يشوفوني مزيان، يقلبوني يشوفو شنو عندي، ماشي هدا. وانا لا هاي الله، الله يشافي، كلشي ديال الله الحمد لله. وهادشي اللي كاين البنات، والله كنبغي نسخف بحال اللي كنبغي، بحال اللي كنبغي نطيح الله يستر، كنبغي نغيب والله العظيم. شوفو حالتي، الله علينا، الله محمد رسول الله. حنا غاديين في هاد الليل، الهضره تقلت عليا خوتي، يدي كيتنملو، يدي هكا اليسرى كتنمل. ما المهم لا اله الا الله وصافي، والله الا ما رانيش مزيان نهائيا. حنا وصلنا دابا البراج، راه وقفوا هذا هنا في الطريق شويه. المهم البنات غنشوف شنو يقولوا لي في السبيطار، في الطبيب، في الكلينيك، وغنرد عليكم ان شاء الله. عرفتوا راني في واحد الحالة البنات والله العظيم، لا لا حول ولا قوة الا بالله. انا المهم ما كنجي انا للطبيب ولا السبيطار ولا هذا حتى تنكون زعما، ما نقولش لكم لا اله الا الله. رجليا البنات اقسم بالله، اقسم بالله الا بحال درتيهم فوق المجمر شويتيهم بحال هكا، ولا اله الا الله صافي. هادشي اللي كان، ورد عليكم البنات، دعوا معايا بالشفاء، خليو لي كومونتير زوين، نرحم لكم الوالدين، باي باي عليكم. المهم البنات كما كتشوفوا مشيت للكلينيك دوز. المهم راه حطيت لكم غير لقطات شويه، ولدي بقى لا تجي وتهزني، قلت ليه هز غير شي لقطات هكا، مع ما كيبغيوش البنات راكم عارفين، كاينو المهم تنودو المشاكل وكاينو الصداع بزاف ديال الحوايج، هو ما كيبغيوش. صافي راك شتوني تما كي جالسه، كتعبر لي قضيه القلب، كتعبر لي الطونسيون، كتعبر ليا التنفس، طونسيو ديالي 13.7 مزيان، سميتو التنفس ديالي مخير، قالت لي التنفس ديالك مزيان، قلت لها عندي الوسواس القهري، بقات تشوف شويه ملي وريت لها الدواء اللي كنستعمل ديال الاعصاب، صافي تصدمت، بقات غير تشوف الدكتوره وكان معها الطبيب. ايوا ملي وريت ليها، المهم قالت لي شنو، قلت لها انيميك، قلت لها فقر الدم قراب يعني الحاد كاع الخايب الله يستر. قلت لها راه عندي الخزان ديال فقر الدم على 5، ما طاقتش. قالت لي واش كتقولي، ملي وريت ليه التحاليل شافوا على 5، تما فين تخلعني شان، قال لي لا راه خاصك اختصاصي اللي غيتبع ليك هذا المشكل، هذا راه مشكل خطير، بغينا نعرفو داك الدم شكون اللي طيشربو، شكون طيشرب ليك هذاك الدم. قلت ليه من العصاب، قال لك لا علاقة الفقر الدم على العصاب، لا علاقة. قال لي غدا مع 12 غادي تكون هنا الطبيبة اختصاصية في هاد الشيء،
غادي تجي عندها غدا 12 ان شاء الله غادي نرجع عندها. المهم البنات صافي تخلعت الطبيب قال لي صافي تخلع، قال لي ملي شفت الخزان حتى الخمسة قال لي راه الخزان خص يكون عندنا حنا في 30 المخير 30، انت خمسة راه بالسيف يمشي لك النفس التنفس، بالسيف يبقى يخدم لك القلب بزاف، بالسيف تسخفيه، بالسيف راه قال لك راه بزاف. قلت لي راه العافيه كتشعل لي في رجلي، راه ما كنعش البارح بالليل وسط الصباح عباد الله وانا واقفه في الشرجم، علاش؟ باش نحط رجلي في الجليج بارد، كان موت. هالوسواس القاري ما كيخلينيش نعس، قلت لكم حتى يوض الفجر عاد يمشي داك الشيء، داك الوسواس اللي كيوسوس لي في عقلي عاد يمشي، سبحان الله العظيم تمشي بحاله سبحان الله. هالمرض رجلي بحال هزيتيهم شويتيهم فوق الزيت في الفاخر ولا في المقلاة ولا في داك الشيء صافي قالت انت. المهم كان موت، غير الفرفاره في رجلي والخل الماء بارد والغوت والبكاء والشكا، المهم لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الشيء راه قلتها للطبيب قال لي يمكن علاقه مع فقر الدم، هاد الرجلين اللي كيسخنوا لك هكا لهاد الدرجه. فاش وريت ليه الرجلين راه بحال درتي لهم العكر الاحمر محروقين من التحت، كنحس بهم بحال حرقتيهم بلانتش، درتي لهم الحداده هكا حددتيهم حطيتيها عليهم هكا سلختيهم الله يستر. وغدا غنمشي غنشوف اش غتقول لي الطبيبه وغنرد عليكم ان شاء الله كلام الخير، ادعيوا معايا. وعرفتوا البنات واش تعرفوني مريضه، عندي العصب، عندي مرض مزمن راكم عارفين. فاش دارت ليا باش تعبر لي الطونسيون تعبر لي التنفس، وطلعت مني العافيه من رجلي تاع راسي، القلب ديالي بغى يسكت صافي بحال غنموت، بحال صافي بحال صافي تيقول لي عقلي دابا تقول لك غتدخلي الانعاش. المهم بزاف يا اعوذ بالله من الشيطان، وغير شافتني كنرد النفس بالجهد قالت لي انت راه ما راكيش نورمال، راه فيك الخوف بزاف. ايوا الحمد لله كلشي ديال الله، الخوف من الله، كاع غنموتو ما بقى حتى واحد فوق الارض. والله اخوتي راه كنبغي نسخف نيشان، ماشي زعما كتجيني السخفه كنبغي نطيح الله يستر. يا ربي تحضر السلامه، يا ربي يا ربي نطلبوا السلامه اللي في الدنيا تطلب السلامه، يا ربي السلامه يا لا اله الا الله محمد رسول الله. انتم باش كتشوفوا اخوتي لا اله الا الله، الدنيا ما كدومش اخوتي والصحه ما كدومش. قلت لهم راه درت جغرافيا على الكرش، درت الراديو كامل على الكرش هنا في هذوك الكرات هكا ديال الشحمه في الكرش، قال لي صافي عرفتهم. قلت ليه الوراق كلشي الراديو كلشي، قال لي المهم تا غدا ملي غتجي الطبيبه اختصاصي فقر الدم وهذا الشيء وغدير لك تحاليل، قال لي غدا جي مواكله ما حتى حاجه باش نشوف اشنو غنشوف اش هاد الحريره اللي عندي. ايوا الحمد لله كلشي ديال الله اخوتي، ما نقنطوش من رحمه الله، رحمه الله كبيره وحمك يا ربي وشكرناك اللي دارها الله. حنا قابلين وحنا هازين يدينا لله سبحانه، ما نخافوش البنات، الخوف من الله والحمد لله. هادشي اللي كاين الحباب دعيو معايا بالشفاء وخليو لي التعاليق زوينه، واللي عندها شي حاجه تقولها ليا في التعاليق تقولها ليا. المهم هادشي اللي غنقول لكم، باي باي عليكم يا اعز الناس، راح عليكم.